السلام عليكم. بعد ما شفنا الأشغال بملعب الدويرة يعني من الجهات تاع الواجهة، اليوم راح نشوفوا الأشغال في الجهة الخلفية لملعب الدويرة إذن، واللي لاحظ أنه الخرسنة المطبوعة أو البيتون امبريمي راح داير حالة في الأعمال هذه، وشي مؤسف جدا أنه ما لقاوش غير البيتون امبريمي هذا باش يديروا به الأشغال هذه. شيء مؤسف مؤسف، فيه يعني أمور أخرى لكن معليش، خليكم تكملوا الفيديو هذا، والسلام عليكم.